الحزن كان موجود، لكن قبل ذلك نبارك للأشقاء الجزائريين في كل مكان بالفعل وصولهم إلى المونديال. الجزائريين وصلوا والمصريين خرجوا. المصريين فوق الراس لغاية بعد ما خرجوا، المصريين ومدربهم فوق الراس، بس الحكم ظلمنا واللعيبة بتاعت الجزائر ظلمتنا بضرب لعيبتنا، كان المفروض يبقى في طرد والانذار الثاني. نقول لهم مبروك. لا ما بقولش مبروك للجزائريين، الجزائريين اللي احنا قتلنا شعبهم يا استاذي، الجزائريين اللي احنا قتلنا شعبهم يا استاذي مبروك. احنا عرب يا جيبولي مصري، جيبولي مصري غيرك في الجزائري. انا بتكلم المنتخب المصري على الراس. عمل ايه؟ حسن ساعات غلط النهارده، حسن ساعات غلط، وقعد بركات على الخط، كان نسيله هو وزيدان، كانوا نزلوا من اول الماتش متعب تقيل ما بيعرفش يجري. البعض يتحدث عن التحكيم، لكن التحكيم زفت. لو سمحت يا اخي العزيز، حاله من الاسى يعني، انت شوف شكلك، انت غضب يعني، زعلان كثير حقيقي. انا شايف الناس كلها بتقول الحكم، هو اي نعم الحكم ليه غلطه، بس غلطه مش معناها ضياع ان احنا نوصل للمونديال. غلطات كتير، بدايتها ماتش زامبيا نقطتين هنا في ارضنا، دي عليها عامل 90% من وصولنا لكاس العالم. ما كناش هنوصل للامور اللي احنا فيها دي كلها لو معانا نقطتين ماتش زامبيا في ماتش الجزائر عندنا هنا في استاد القاهره. بس انتوا كنتوا متفائلين جدا يا سادي، كنتوا متفائلين جدا بالوصول، شو اللي حصل؟ ما هو متفائلين، الاعلام هنا عندنا ضخم الامور شويه وعيشنا ان احنا وصلنا كاس العالم، عيشنا في الامور دي بقالنا شهر عايشين ان احنا وصلنا كاس العالم. ايوه ايه ذنب الاطفال دول والنساء والحسن؟ ذنبهم الاعلام، حسن شحاته، اللعيبه، الحكم. انت حزين؟ الحكم اخر. انت حزين دلوقتي ولا ده؟ اي حد لو طفل في بطن امه حزين، في بطن امه حزين. كنتوا متوقعين انكم تخرجوا من المونديال؟ في البدايه انما لما جينا تعلقنا بالاشياء الاخيره دي بعد ماتش رواندا وزامبيا كنا املنا 99%، اتبخر الامل النهارده. حسن الوضع يعني يرتاله حقيقه بالنسبه للجانب المصري. اولا انت كنت عاوزنا بارك من شويه للجزائر، كنت عاوزنا ابارك للعرب كلهم، منتخب ممثل وصل لكاس عالم، منتخب عربي وحيد ممثل، بس مفيش لاعب بيمثل. هم ادوا يا اخي، وصلوا. مبروك للممثلين، مبروك للشعب الممثل، مبروك للشعب، مبروك لروراء. احنا عرب اللي روراء يا استاذ، قول له عرب يا اخي. مبروك لروراء. قصدك ايه؟ قصدك انت روراء فيفا احتقان، 1000 ناس ماتت، 1000 ناس حصل، عاوزه تاني. احنا مش هنسب الشعب الجزائري، ولكن بسب الاوراق. لا عفوا يا سادي، لا نصل لهذا المستوى طبعا. اذا هذا هو الغضب الكبير اللي جالس يحدث في الشارع المصري من الحزن الكبير بالفعل على خروجهم من المونديال، وهذا شيء طبيعي بالفعل لانك تتحدث عن 20 سنه. عموما ننتقل الى موقع اخر في المريخ في السودان، ولنا عوده مع الحزن والاسى بالفعل الذي يسيطر على الاشقاء المصريين في القاهره.